اللجنة كيما وعدت وضعت آلية وآلية دقيقة لمتابعة هذه العملية. إياك ما يخلق فيه أي تزوير ولا يخلق فيه أي تشويش ولا تحيد عن الأهداف اللي ارتسمت لها من النهار الأول. هاي الآلية آلية فيها جوانب مختلفة طبيعة الحال الرئيس ما كشف عنها لأنها ما يلا ينكشف عنها يعني ذاك يحد من فعاليتها. يا غير آلية مقبضة فيها الاحتياطات مفكر فيها بشكل كافي، وبالتالي استطعنا اليوم فقل من 24 ساعة من بداية العملية عن كشف أول محاولة للتلاعب بالمنهجية اللي طرحت لياك تنجرى في هذه العملية. وبالآلية اللي وضعت اللجنة ظهر لها شبهات في الطريقة اللي يعدل بها العمل، ونعطاها تعليمات سريعة اليوم للمنسقية المقاطعة فطار انهم يقضوا على الميدان مباشرة ويعدلوا تحقيق سريع لياك يعرفوا المعلومة اللي جبرت تأكد ذاك على في محاولة للتلاعب بالموضوع. اللجنة تجمع كل نهار الساعة 5 هون وجمعتها اليوم قبضت الإجراء إجرائي أولا بتغيير سريع الفريق اللي كان فيهم وإبداله الحال بشكل سريع، ثانيا على يلتغى ذاك العمل كامل اللي فاتوا عدل وتبدأ العملية من جديد على أساس، وهذا لا يعود هو مصير أي محاولة للتزوير